صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء العيون وأورى في قلوب الأنام نار المصابي رزق مولى الأنام صادق أهل البيت بل خير ناطق بالصواب عصمة الخائفين في كل هول غيثهم إذ تظن كفون سحاب وإلى منصورهم وما الويل مجدي في شفا قلب رمي بالمصاب ماذا فعل بالإمام أوقف الصادق الأمين دليلا موقف الخائنين للأرباب يا له عظيما على الدين وطاها العترة الأطياب ويله ما رعى المشيب وضعفا في القرآن للعتاب ليته في الظفور وهل كان يدري من رماه من دعاه بالمفتري الكذاب ثم من بعدها توالت عليه محن زلزلت رواسي الهضاب فقضى حينما
منه التهابي من معزي خليفة الله موسى بأبيه فيا له من مصاب جمع الصادق عزوة يا نسوان ورجال قالهم تراني للقبر هسا عشيا واللي بصلاة يستخاف يذكر ندامة ما نشفع لو بالحشر ما نشفع لو نبحر يوم القيامة وهذا اللي قوله يا أهلي ومع السلامة والتفت لنكاظم صاحب دمع هما بالعجل يا باب الحوائج قوم ليا وقطر بحلقي الولد قطرة مية واقعد عند راسي أبوصيك بوصية وجلس يمه يقطم الها ويقول يا كهف اليتامى ونور الاسلام من للشرع والدين بعد ظلالك ظلام ابا من للصغير الضايع ومن للكبيره وهالحميه واللي يحمله ضيع عيالك يا ابويا وهالعشيرة وجعفر يسمع ويصفق اليمنى بالشمال باسمك باسمك دنياك الغدر شايع باسمها باسمها دنياك الغدر شايع باسمها ولا عند اهل الظلم دايم باسمها مردت شبدة الصادق بسمها مضى عنها وبتش الجعفرية مضى عنها وبتش قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن هكذا 12 حول عرش ربنا من مبتدأ خلقنا أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الثاني والثالث على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام الصادق سلام الله عليه إذا جئنا إلى الفترة الزمنية التي عاش فيها عايش فترتين من فترات الدولة الإسلامية أو ما
أو العهد الإسلام. طبعاً وإن كانت الحكم ليس إسلام. طبعاً الفترة الأولى هي فترة الأمويين وعاش فيها الإمام أكثر حياته، عاصر حكم أبناء مروان، وهذه الفترة التي كانت مملوءة بالظلم والعزل وسلب الحقوق وانتهاك الحرية، فكان ظلم على الناس فوق ظلم. شاهد من الشواهد لما يجي واحد من الولاد أسامة بن زيد، غير أسامة بن زيد هذا طبعا لعين النبي على الجيش، واحد من ولاد الأمويين، يجي إلى سليمان بن عبد الملك خليفة في ذلك الوقت، فجاءه بالخراج، قال له ما جئتك إلا بعد أن نهكت الرعية وجهدت، ما عندهم كل الموجودة، فإن رأيت أن ترفق بها وترفه عنها وتخفف عليها خراجها ما تقوم بها على عمارة بلدها فإنه يستدرك في العالم، خفف عليهم شوي راح يجنونك أكثر وأكثر. شنو الجواب؟ قال له هبلتك أمك، احلب الضرب فإن انقطع فاحلب الدم. فالناس عايشة ظروف صعبة وذولا يطغون أكثر وأكثر. كل هذا نسمع مرأة من الإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا راحوا هؤلاء إلى جهنم وبئس المصير، يجي من بعدهم العباسيين. العباسيين اللي تأملوا الناس فيهم خير في البداية لكن طلعوا حتى جاء الشاعر وماذا قال؟ يا ليت جور بني مروان دام وليت عند بني العباس النار. كل هذا الإمام يشوفه ويسمع وأمام عينه وصارت حوالي. هنا السؤال يسأل، لماذا لم يقاتل الإمام ويدافع ويسترجع الحقوق؟ وهذا السؤال يستدرج سؤال ثاني، هذا السؤال يستدرج سؤال ثاني، إذا لم يقاتل الإمام إذا من هو الذي كان فعله صحيح؟ الأئمة تقولون معصومين، إمام معصوم، فإذا نفعل واحدة كيف الحسين يقاتل والصادق لا يقاتل؟ يعني إما الحسين على حق، إذا كان قتال الحسين على حق إذا السقوط الصادق على حق، يعني في تناقض في الأفعال وكلهم معصومون، فشلون يعني هذا ما يقاتل وهذا يقاتل؟ هذا سؤال طبعاً إذا نريد نجاوب على هذا مثل هذه الأسئلة، أولاً المدار والسؤال ليس في القتال أو السكوت أو الجلوس أو هذا، ولا على الشروصات حسين صادق مثلاً الحسن أمير المؤمنين. في هذه الأمور المدار والسؤال على الدين فقط، دين. هذا الدين الذي خلق من أجله الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الدين. فهذا الدين يحتاج إلى ثلاثة أمور، يحتاج إلى بيان وإلى مبين وإلى محافظ أو محامي أو مدافع. طبعا البيان هذه الأحكام الشرعية في القرآن موجودة وغيرها ما جاء من النبي. المبين بينه رسول الله صلى الله عليه وآله ويبينه المعصومون. المحامي المحافظ هو نفسه هذا المعصوم عندما يأتي إلى الدين خطر من الخارج، من وظيفة شنو؟ يدافع عن الدين. فمرة الخطر يكون يحتاج من الإمام في المدارك الفكر على الدين، فالدين مرة يحتاج القتال الإمام القاتل، فما يفرق إذا الدين يحتاج إلى القتال لا نفرق بين الحسين وبين الصادق. ومرة الدين يحتاج إلى سكوت فلا في فرق بين هذا الإمام والذاك. والدليل النبي صلى الله عليه وآله طبعا هو الأسوة الحسنة، قام بكل هذه الأمور، قام بالسكوت وبالقتال وبالصلح وبالتبليغ يوم من الأيام. الدين الإسلام احتاج إلى السكوت، فكانت الدعوة الإسلام سرية ثلاث سنوات، النبي سر يدعو إلى الإسلام. وكان مرة الدين يحتاج إلى القتال، فالنبي قاتل اليهود، قاتل
قاتل النصارى، عفوا قاتل اليهود وقاتل المشركين. ومرة هذا الدين احتاج إلى الصلح لشوف النبي الصالح، ومرة الدين احتاج إلى التبليغ فالنبي كان يبلغ ويرسل الرسائل في الفترة التي تلت الصلح الحديبية، لأنه كان في فترة تبدأ. فإذا المدار على شو معرفة الدين؟ تعال إلى الأئمة، شنو الفرق؟ الفرق النبي قام بكل هذه الأفعال وهو واحد. الأئمة متعددة. نشوف مرة علي بن أبي طالب يسكت، الصادق يسكت، الدين يحتاج إلى قتال، الدين يحتاج إلى صلح، الحسن صالح، وهذا معنى الفعل واحد، لكن الأئمة متعددون هدف واحد، فهذا معنى أولنا محمد رسول الله، محمد آخرنا محمد، هذا معنى. فإذا لا يوجد تناقض بين أفعال المعصومين، لكن إذا نجي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ما ترك الجهاد؟ آية الأمر إنه ما استعمل القتال المباشر مع العباسيين أو الأمويين. فتعالي إلى سيرة الإمام الصادق سلام الله عليه، وشوف مواقف من الإمام سلام الله عليه جاهد فيها هؤلاء الحكام، وبالأخص جهاد الإمام كان إلى بني العباس. هذا ظلمهم كان أكثر، وكان عندهم خداع إلى الناس في بعض الأحيان. فلما تشوف الإمام أولاً هيئ كثيرا من اصحابه بالعلم وبالفهم وبالوعي، نبه كان على عدم التعاون مع هؤلاء، كان يقاطعهم، كان الامام الى مواقف من الثورات التي تخرج في وجوه بني اميه وبني العباس، والامام اذا اتخذ موقف هذا موقف الشرع موقف الاسلام. فانجي نشوف مواقف الامام السلام الله عليه، اولا موقفه، وأنا بين لك هذه مواقف الإمام في وجه الأموي والعباس، موقفه من ثورة زيد بن علي بن الحسين سلام الله عليه. زيد بن الإمام زين العابدين قام بثورة في زمن هشام بن عبد الملك بن مروان. زيد أعلن أهدافه في هذه الثورة، الثأر لمقتل الحسين، قام لاسترداد الحقوق، الظلم في وجه الظلم، قام زيد لدفع الإهانات لأن هذا ما قصر في شأن، قام زيد أيضا وصرح بها إلى أنه يريد أن يعيد الحق لأصحابه. ومن أصحاب الحق كانوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ومن هو سيدهم كان جعفر بن محمد. وهذا اللي صرح به زيد عندما قال إمامنا جعفر في الحلال والحرام. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن الأقلام الأموية من ذاك اليوم إلى اليوم وقد اشتبه على بعض الشيعة فطعنوا في شخص زيد الشهيد سلام الله عليه، ورموا زيد بأنه خرج عن خط الآباء وما شابه. لكن إذا نجي إلى كلام الإمام الصادق شوف ماذا يتكلم عن زيد، ولما يتكلم الإمام عن زيد كأنما يوجه رسالة إلى عامة الناس أن الذي فعله زيد هو موقفكم في الحقيقة. بيقول الإمام سلام الله عليه رحم الله عمي زيد، زيد أخو الإمام الباقر، رحم الله عمي زيد لقد دعا إلى الرضا من آل محمد ولو وفر لوفر بما دعا إليه. ولقد استشارني في الخروج فقلت له يا عمي إن رضيت أن تكون المصحوب بالأناس فشأنه. راح مضى زيد، فلما مضى زيد قال الإمام ويل لمن سمع واعيته فلم يجب. فإذا شنو معناته؟ تشريعية زيد. بعد بعض يقول ليش الإمام الفاطم؟ الإمام موقفه شيء وموقفه من دعم هذه الثورة شيء. فضيل هذا أحد أصحاب الإمام الصادق قادر مع زيد، وقع في قضية زيد طبعا قتل فتفرق من بعده أصحابه، طبعا بعد أن غدر به أهل الكوفة. فضيل يقول بعدما قتل زيد افتريت راحلة وقصدت إلى المدينة، فدخلت على مولاي جعفر بن محمد فقلت في نفسي لا أخبره فإن أخبرته سيجزع على عمه. مباشرة هذا قاتل وخلصت المعركة مباشرة إلى المدينة، قال ما رد الخبر. يقول التفت إلي وقال فضيل ما
ما صنع عمي زيد. يقول فخلقتني العبرة. خلقتني العبرة يعني كدرته يعني وظهر الحزن على وجهي وبغيت أبكي. فالتفت إلي وقال قتلوه؟ فقلت إي والله. قال صلبوه؟ قلت إي والله سيدي. يقول ثم أقبل يبكي ودموعه تجري على وجنتيه للجمال. ثم قال لي فضيل أشهدت قتال أهل الشام مع عمي قاتل؟ قلت له بلى سيدي. قال فكم قتلت منهم؟ قلت ستة. قتلت ستة من أهل الشام. فقال فضيل لعلك شاركت في قتالهم يعني مو موقف مسلسل انت. فقلت لو كنت شاكا ما قتلتهم. يقول فالتفت إليه وإذا به رفع يديه وقال أشركني الله في تلك الدماء. أتمنى الإمام أن يكون معكم. أشركني الله في تلك الدماء. مضار الله عمي زيد وأصحابه شهداء. هذه الكلمة عظيمة. مضار عمي زيد وأصحابه شهداء مثلما مضى عليه الحسين بن علي وأصحابه. فإذا زيد مرضي ولما الإمام يترضى على زيد ويترحم على زيد ويبين موقفه هذا يريد بين الناس ترى موقف زيد كان ضد الظلم وأنا ضد الظلم موقف على وقفي وجبني وجبني بعد الإمام من مواقفه مع هؤلاء كان أنت لما يجي الآن إلى تراث أهل البيت تشوف أحاديث كثيرة عن الإمام الصادق. كثير من الأحاديث كان يحذر من الوقوف مع الظلم ومع الظالمين. أذكر لك حديث واحد قال عليه السلام من عذر ظالما مو من ظلم بعد أو وقف أو أعاد لا من عذر ظالما بظلمه صلت الله عليه من يظلم فيدعو فلا يستجيب له ولا يأجره على ظلامته. تعرف إذا واحد صار ظلم الله يعطي أجر يقول هذا الله ما يعطي الأجر لأنه رضي بالظلم في المرة الأولى. لذلك شوف بعض أصحاب الإمام يعني ما أقول أصحاب بعض محبي أهل البيت كانوا يريدون الدخول مع العباسيين في الحكم خصوصا أن العباسيين جاءوا بشعارات حراقة الرضا من آل محمد وجايين يا لثارات الحسين وجايين على أنقاض بني أمية وراح نقيم العدل. فكان الإمام يمنع أصحابه لا. لا يقول لا تقيموا لهم مسجد دار العبادة. داود بن زربي يقول حدثني مولى علي بن الحسين عليه السلام يقول كنت بالكوفة هذا يقول أنا بالكوفة في بداية أمر العباسيين فقدم أبو عبد الله إلى الحيرة يقول فقصدته فقلت له سيد لو رأيت أن تكلم داود بن علي على عم المنصور داود بن علي أو أحد هؤلاء فأدخل في ولايته خلوني والي على مكان لا ممكن أن نعدهم والي على مثلا خراسان والي على البصرة يقول فأعرض عنه الإمام سكت قال لا يقول أنا انصرفت رجعت البيت أفكر فتفكر في أمري وقلت ما منعه إلا مخافة أن أظلم أو أجور خاف علي يمكن أن أظلم أحد بعدين إذا صرت والي أو أجور على أحد يقول فقلت في نفسي لو أعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة أن لا أجور ولا أظلم وأن أعدل راح أقسم إليه وراح يوفاني الإمام قال له سيدي تفكرت أنا في امتناعك بالأمس وقلت ما منعك إلا أن تخاف أن أظلم أو أجور وإن كل امرأة لي طالب وكل عبد حر وكل مملوك حر وعلي وعلي أقسم إن ظلمت أو جرسي أسكلم يقول سكت ثم قال لي ماذا قلت يقول فأعدت عليه قل فرفع رأسه إلى السماء وقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك لا أنا أعلم وهم أنت ما تضمن نفسك لكن لو جاء واحد من أصحاب الإمام واضطر إلى ذلك فرض عليه الإمام كان يوجههم واحد منهم مثلا عبد الله النجاشي أبو بجير الأسد
جيل الأسدي. هذا أرغم المنصور. منصور كان عنده علاقة معه أرغم أن يكون والي على سجستان. سجستان هذه المنطقة في إيران تسمى سستان. لينتمي إليه سماعة السيد رحمه الله. هذا علينا والي زين. إذا هو رفض مشكلة. إذا رفض راح يتهم بالولاء إلى جعفر وتعرف فيها قتل فيها حبس. جاء الإمام قال لهم سيد القرية فالإمام يوجه إليه عهد إنما نجاتك أنت الآن على شفا حفرة من المأوية لكن إنما نجاتك تنجو بماذا؟ نجاتك بالكف عن الدماء وبحقن الدماء وبكف الأذى واخذ الحق والعلم. وعطاء دستور الامام طال دستور يمشي عليه. بالفعل هذا عبد الله النجاشي فعل الكثير للشيعه حتى قال عنه الامام سلام الله عليه لقد سر الله ورسوله. ايش؟ مع انه كان في هذا المنصب لكن كان مفروض عليه وسار سيره الامام. هذا الامر الثاني. الامر الثالث الامام وقوفه في وجه هؤلاء ماذا؟ كان لا يعطيهم الشرعيه بالذهاب اليهم. تعرف الآن الحاكم لما أنا أروح إليه وأجلس عنده بنفسه وبإرادتي أنا أعطي شرعية يعني يقول أنا عندي علاقة ويوم موافق عليه ولا لو ما أنزين ويوم أعطيه. ولما يروح شخص مثل جعفر بن محمد هذا أسوة وقدوة إلى كل الشيعة فإذا إذا راح إليهم يعطيهم شرعية ما كان لذلك المنصور كان يحاول يجبر يرسل إلى يوم من الأيام يا جعفر لم لا تغشانا كما يغشانا سائر ليش ما تجي تقعد ويانا فقال له الإمام ما لنا ما نخافك عليه أو ما لك ما لنا ما نخافك من أجله ما عندنا شيء إحنا نخاف من أفتاق وما عندك من أمر الآخرة ما منحك له توجهك موجه آخر عشان وجهك ولا نراك في نعمة فنهنئك ولا تراها نقمة فنعزيك فبما نصنعك رسول رسل قال تأتينا تصحبنا تنصح تعطينا نصيحة فقال له الإمام من أراد الدنيا لا ينصحه هل المتملقين اللي يقعدون يا الحكام شنو ينصح الحاكم لا يضلله من أراد الدنيا لا ينصحه ومن أراد الآخرة لا ينصحه يقول للمنصور والله لقد ميز عندي مسألة ميز لدي منازل الناس من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا وإنه ممن يريد الآخرة لذلك الإمام طوعا مرة إلا كرهن كان يجيبه منصور ويوقف أكثر وفي بعض المرات كما يحدث الربيع يدخل الإمام يأمر بأخذ الإمام على حالته التي هو فيها أول يجيب الإمام إلى الحيرة أو إلى بغداد ونفى الإمام ترى الإمام فيه إلى الربذة وغيرها ويجيب إلى الحيرة بعدها يرسل إلى الربيع أو ابن الربيع اللي يجيبه إمامه إمام يجيبون الإمام إمامك يجيبونه من غير عمامه ومن غير تعليم يدخلون على هذا الطريق حاول يهيب الإمام أكثر من مرة قضايا كثيرة ما أقدر أفصل لك في حكم الوقت حاول يجيب من يفتري على الإمام لكن الإمام مسدس من الله عز وجل لذلك أمام كل هذا حاول يقتل الإمام وإلا المنصور يعني لو الإمام ما كان يجاهدهم بطرق مختلفة لو كان الإمام ما يتعرض بالجهاد راح تركوا الإمام في حالة والله المسلمين كثرة ليش يتعرض إلى جعفر الصادق خطأ على حكم فلذلك يقولون أوعز إلى والي العباسيين للمدينة بأن يحرق دار الإمام وهو فيها إن تحرق دار الإمام وهو فيها في ليش؟ كان يمكن يقتل الإمام مرة واحدة فجاءوا بالجزم والنار وضعوها على معنى وأحرقوا الباب رواية تقول فلما أتت النار على ما في الدهليز تصايحت النساء وعلت أصواتهم امرأة في
في سترها في خضرها ومر تشوف نار في الدار تسوي تصايحت النساء وارتفعت اصواتهم خرج الامام لابس قميص وازار فاخذ يطفئ في النار حتى قضى عليه يوم ثاني يدخل عليه احد اصحابه يشوف الامام انكسر حزين يبكي قال له سيدي مما بكاؤه وهذه ما هذه اول جرأة عليكم اول مرة يتجرؤون عليكم اهل البيت ليش تبكي سيدي فقال ما بكيت من جرأتهم ولكن لما رأيت نسائي وبناتي لما أتت النار ورأيت نسائي وبناتي يتفاررن في صحن الدار من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان وأنا في الدار تذكرت عيال جدي الحسين عندما تفاررن من خيمة إلى خيمة ومنادي القوم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين ترى هذه النار اللي أسس اللي في بيت الإمام الصادق أسست هذيك النار التي وريت على باب علي بن أبي طالب إذا الإمام وقفوه أمام المنصور أكثر من مرة وجروا الإمام ترك وقفة أمير المؤمنين ذاك اليوم هي التي أسست للظلم ولما جرى على أولاده من بعده قاد الأبو قاد الأولاد الوان وشكار ذاك الحبل صار السبب بقيود وغلال حتى النساء يمينا وشمالا كلما ارتفعت عليه حرارة السموم هتف ونادى وجدا ليتك نظرت ذاك اليوم حال الإمام تراه يتقلب وينادي وحسين يا الجعفري Yeah.
امه وهذه تعدل وساده وهذه تنادي حصل الفاجر مراده وابنها الكاظم جالس ولازم فاده ويقول بويا خفف الونا علينا يا بشع بتقلوبنا خفف الونا عليك الهاشمية ما تقعد تشوف الحرام تصفق الراحة فالك عسى فال السلامة يا ولينا ما هو حال الإمام صف لنا يا شاعر شو يسوي الإمام في تلك اللحظات تقول حميدة قال لنا اجمعوا من لي به قرابة كل من لي به قرابة فجمعناهم فأدار عينه فيهم وقال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته وخليفة الباقر يعالج حر الاسموم ويقول يا ابني بالسلامة وين ناقوم اسمي دواء واذكر المظلوم يوم وقع وبسهام قلبا مطوقين اتذكر الحسين فانسى حرارة السم يا ولدي انا على فراشي وفوق وساد خدي وانت على دراسي وتلزم فوق كبدي لكن من اللي لزم كبد حسين ومن غره مية ومن غمض عيونه عظم الله أجوركم فلما دنا حين الإمام مد رجليه وأسبل يديه أدار عينه في أهله قال في أمان الله في دعة الله ثم غمض عينه وقرأ ما شاء من سور القرآن حتى ختمها عظم الله أجوركم شيعا موالين ثم أطبق فاه وفاضت نفسه المقدسة ثم كفنا ثم نادى بحمل تلك الجنازة جاء الهاشميون لحملها خرجت أهل المدينة تشيع الإمام إلى البقيع أويلي وشال الجنازة للبقيع شبال وسبع عاطت النسوان حفرة الله
القبر مقصدا للزوار، هذا قبر الامام، لكن الليلة ماكو ولا زاير عند القبر، ما عدنا عزة في البقيع الليلة. عندك عزة؟ وجه قلبك الى البقيع في مثل هذه الليلة، خلي العزاء عند الامام الصادق. الليلة ليلة جمعة، هي ليلة صاحب العصر والزمان، ندب الى الامام، هو الذي يزور جده في مثل هذه الليلة. كأني به يأتي إلى البقيع ينحب على قبر الإمام الصادق. أويلي وصل لقبر الصادق الحجة الشيعة، ويقول جدي ذوبت قلب الفجيعة، وين النبي والمرتضى وأم البديعة، صاحب الثارات. إلى متى الخروج؟ إلى متى تأخذ بثاراتنا؟ ارتفعت الونة من القبور والحجة يسمع، ثاراتنا عندك متى يا المهدي تطلع؟ كل عين يا الغايب علينا بحزن تدمع، مصيبة فاطمة والغابرية. أويلي تنسى أبو صالح، أبوك حسين منضى وراسه انقطع وتلاقي فوق بزان ورمى، ويجمعوا على خيام الأعادي، ما يكلى خلي أبد ما يجري صبيبة، ويلي اللي عجل ولا تنسى غريب. صلي على محمد وآل محمد. يا أبا عبد الله، يا جعفر ابن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم بحق هذا الإمام وبآبائه
عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والظفر، وفرج به عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على مرضانا ومرضاهم، سيما المنظورين بثوب الصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم نفس عن المهمومين وعن المكروبين، وفك قيد الأسرى والمعتقلين والمسجونين، وخلصهم في القريب العاجل يا رب العالمين. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وامنع أي ظلم أن تصل إلينا بسوء. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم من مات على الإيمان، سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء وخدمة الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة. تسبق الصلوات. اللهم صل على